واش الجارات كنتمنى كاملين تكونوا بخير ولا خير، كنتمنى باللي كلشي كامل يكون كلشي صباح مزيان، كلشي في الفورما، كلشي نسى البارح، نسى الكوارث ديال البارح، نسى المقابله ديال البارح. نتمنى انكم تبداو اسبوع جيد، ان اليوم تكون امور كامله مضبوطه ومزيانه كيف ما كتعرفوا. غندويو على الكواليس اللي وقعت البارح ضد حسنيه اكادير، وغندويو على بعض الاشياء اللي وقعت كيف ما شوف العنوان استقاله المدرب الزيمباوري. اجول اش كيقول هذا؟ الاشهب اش كيخربق وهذا مالو؟ فوالا تفرجت الاخر وغادي نقول لك علاش كنخربق وشنو كاين، وغتفهم معايا مزيان. اول حاجه غنشوفو هو الفسالة الماتش البارح شنو ضرا، نمشيو حاجه بحاجه وغنطلقو دابا الفيديو. هنا كنشوفو زريده قال لهم ما بغاش تمارك علينا، بحال زريده دخل عطا شي 20 باس اسيست، واخا عطانا شي 80 تسديده على الكادر، ورا ما شفناش زريده اصلا، يعني لو رول ديالو ما كانش، وشي غائب حاضر فاش دخل، يعني التغيير ديالو كان فاشل. هذا هو الاول للزريده. هنا كنشوفو قد السي البداوي اللي ما كيحشمش، بارح لحنا اللقطه ديالو، الناس اللي ما تفرجوش في التحليل سيروا تفرجوا باش تفهموا. قد البداوي اللي الفورمه ديالو اللي كنشوفو ماشي ديال اللعاب، ما كيترينيش على راسو، ما مقاش الكادر ديالو، ما حتى شي حاجه. هادشي ما كيشرفش الرجاء العالمي، كيشرفناش حنا كجمهور كمتتبعين. يعني الا جا واحد تبغي غير تناقش معايا يقول لك وانتم بداوي عندكم شو كيدير، ما كترينوش باللعابه. وزيد على اللقطه اللي دار البارح مع دومينغو، وانه دار لي بحال هكا سكوت، يعني حشومه انك دير لعاب زميل معاك في الفرقه وانتم كتقلبوا على الفيكتوار ودير لي بحال هكا. حنا خصكم تكونوا عائله مع بعضياتكم، على الاقل تقول اسمح ليا، على الاقل تزيد دخلوا في الماتش، على الاقل تقلب على كره اخرى وتزيدوا تقلبوا، ماشي دير لي بحال هكا طيح ليه المورال ديالو وتكعيه، وشتا التصرف ديالك اللي كيبين علامه استفهام كاينه في الكواليس. انا كنشوفو كلشي كيهضر مع النفاتي، النفاتي هو اللي كتبان عليه حسره ديال الخساره ديال التعادل، النفاتي هو اللي كيبان لك هو انه كباغي ثلاث نقاط. علاش ما نشوفوش هاد اللعابه كاملين بحال النفاتي؟ علاش ما نشوفوش كلشي مدير بحال هكذا، كلشي كاعي، كلشي حزين؟ علاش ما نشوفوش بحال هكذا؟ علاش انه بقاش فيك الغيره؟ لكن حسوا ان داكشي اللي حس به الجمهور كتحس به حتى نتايا. علاش ما نشوفوش بحال هكذا؟ كلشي يسلم على النفاتي، كيواسيو في النفاتي بحال النفاتي الفرقه ديالو بوحدو، على بوحدو اللي راجعو، كلشي يسلم على النفاتي، النفاتي وزادو في حالو. هادشي كيدل على علامه استفهام كبيره كاين، وهادشي راه ما غنبغيوش حنايا، فهمتيني ولا لا؟ تحيه النفاتي من هاد المنبر هذا. هنا غادا نشوفو خفيفي غيخرج النفاتي، وهنا كيدل على هادشي ان خفيفي خاصو يرجع للتشكيله الرسميه، خاصنا نشوفو خفيفي حيت عيب ولا يعقل ان مقدم يبقى يلعب وخفيفي مريح. خفيفي من غير الورقه الحمراء اللي دار ضد الجيش الملكي راه كيعطي الباس لانترفال اصاحبي، وكيعطيهم عاوتاني من الديفونس كيعطيك باس طويل. مقدم راه اخطاء كارثيه ما كنهضروش معاه، علاش مقدم يلعبوا خافي فيلا؟ واش كتفهمون؟ انا ما كنعرفش، انا حتى واحد ما كيفهمني داكشي اللي كنقول في دماغي، واش كنتفرج بوحدي؟ ما عرفتش. راه كانت على الرعي ديالي اخويا، ما عجبكش الرعي ديالي سير الله يسهل. تحيه النفاتي من هذا المنبر هذا اللي صراحه تقاتل معنا، وخفيفي خصو يرجع للتشكيله الرسميه. ندوزو لقيطات اخرين. هنا الحسرة ديال الدقائق الأخيرة في المقابلة، لكن شوفوا الزرهوني مبارك خفيفي بوغرين، يعني اللاعبين كاملين هنايا طاقم كامل. هنا الكرة الأخيرة اللي ضيع السيد أيمن الحسين اللي كان غيجيب لنا السكار، أيمن الحسين البارح اللي بقيت كنشوف هذوك اللقطات ديالو ضرني راسي، صافي مشيت نعس صافي. دابا بعد شوية يعني شوف ما يمكنش داكشي اللي دار البارح أيمن الحسين كارثة.
كارثه بمعنى الكلمه. انا البارح ضيع علينا 3 نقاط سهله. انا كنشوف بوزوغ جات كره بحال هكداك ماركه والتغييرات ديال المكازي وزريده راه ما عطاوش الاكل ديالها يعني فاشلين. راه كنشوفوا هنايا السي بداوي اللي ما باغيش يلعب كره القدم معنا اللي باش يخدم على راسو. لولا غياب بالعمري ما كانش بولكسوج يدوز اريير غوش. سوبول كان فاشل المقابله والمكازي ما دارش اللمسه ديالو. المكازي قال كواري طاهم ليهم في الميليو باش نكونوا متفقين. المكازي قال كواري طاهم ليهم المكازي ما كانش. ما عرفتش اش كاين شي علامه استفهام كاينه كبيره ديال المكازي وزريده. انا ما عرفتش شنو واقع ما بغيتش نحكم ولكن ما كاينش الدور ديالهم الرول ديالهم ما كانش في الملعب. راه هادشي علامه استفهام والله. هادشي اللي كاين على هاد الكواليس ديال البارح. انا كنشوفو لاعبين هنا العراسي اللي دار هو اخطاء البارح اللي باقي خصو يتعلم مزيان. علامه استفهام كبيره. انتقالات شي شويه خاصنا مدافع صراحه مدافع بقيمه كبيره. المهم هادو هما اللقطات اللي كاينين دول البارح. وغندوزو دابا لاستقاله المدرب. فوالا المدرب صريح ديالو انه قال اللي معرفش بعض اللاعبين درت التغييرات ديالي في المقابله كنشوف بلي الفرقه ماشي هي هذيك. كاين شي توازنات ما بانوش لي. هادشي كامل شفناه. شفنا بعض اللاعبين ما كانتش عندهم الروح القتاليه البارح. لاعبين شي كيتقاتل وشي لا. شفنا ان شي كيقلب على 3 نقاط وشي لا. شفنا بعض اللاعبين اللي دخلوا شونجمون ما كانوش في المستوى ما عرفناش علاش. بما فيهم زريده بما فيهم بداوي بما فيهم المقعازي. هاد اللاعبين علامات استفهام كبيره. شفنا البارح من غير بوزوغ تغيير الوحيد اللي كانوا ماركا. يعني علامات استفهام كبيره المدرب كيطرحها. فوالا مدرب من حقه يشوف هادشي. يعني انه باش يخلي مقعازي وزريده وبداوي في البونتوش يعني حاجه باينه انهم غادي يكونوا مراديش. الجمهور اللي كان اي واحد كيجي كيخليهم في الرسميه. انا كنشوفوا باللي التشكيله اللي بدينا بها البارح لا باس بها. ولكن بعض اللاعبين ما يستحقوش انهم يكونوا في الرسميه. الراجل اكبر من كلشي. عندك ما عندكش ما عندكش. بوزوغ جلس في البونتوش راه دخل ماركه في جماتشات كيبين على الرسميه ديالو. حتى انت دخل بين على الرسميه ديالك. والعيب علينا الا هضرنا ولا هضر المدرب. واستقاله المدرب خاصها تبقى تقال. انا كشفتها باش نوصل الميساج لهادو دخلوا فرحانين دابا باش يتاكدوا من الخبر. استقاله المدرب ما كيناش. المدرب خصو يبقى معانا. المدرب الخدمه ديالو كاينه. المدرب ملي كيخلق ليا الفرص وكيدخل للتيران وكتبان لك الفرقه كدير 20 محاوله 30 محاوله المدرب مدير خدمته. ملي كتشوف الراجع عنده استحواذ ديال 80% كاينه خدمه المدرب. المدرب ملي كيبان لك لي شونجمون كيعطيو الاكل ديالهم بحال بوزوغ كاين المدرب. مدرب دير خدمته كيوصل الكاري. اش بغيتي المدرب؟ ملي كتشوف هذيك الخدمه ديال الراس كيبغى كيبقى المهاجم اللي هو راس حربو كيضيع ديك الكره. شنو بغيتي المدرب ماركي هو؟ كنت هو بالحقيقه المره ما كندافعش عليه. كنت تخيل انا كنت في بلاصتو شنو تقول لي معنا؟ تقول لي ما الاشهب ناقص وانا الخدمه اللي درتها. دخلت لك انا بوزوغ ماركا. دخلت لك التشكيله اللي بغيتي لعاب اللي جبنا كاملين. كنشوفوا حكام البالون فرقه راجعه لنا اللور وكنوصلوا حتى للكادر وما كنماركيوش. كاين علامه استفهام ديال فينيسيو. اذا مدرب عنده خدمه واحده اللي تقدر تقولها ليا. هو الفينيسيو خصو يخدم عليها ما كيناش. اما استقالة المدرب اللي كيقولها هذا باغي الشتات للفرقه. خصك تصبر. التين هاك ديال المان يونايتد باقي كيرون فيه وباقيين صابرين عليه. بوتشيتينو ديال تشيلسي باقي كذلك هو مثال. شوف مدرب شوفوا في الراجا رجع تفكر مونديال الكبير. ما كانش كيوصل الكادر كاع. ما كانش كيوصل البوطو. هذا راه كيوصل بوك البوطو. اذا نزيدوا نصبروا عليه. احنا كاملين تعصبنا بهاد النتائج اللي كاينه ولكن اللي عطانا الدليل انه سبب ديال التعادل راه هو ايمن الحسين البارح. هو اللي بين لنا باللي حنايا راه ما باغيش 3 بوان. هو اللي ضيعنا. اما كلشي درناه. وهادشي اللي كاين اللي كيقول استقاله المدرب هذا راه ما باغيش الخير للفرقه. وهادشي اللي كاين خلي الراعي داك في كومونتير. وهادشي اللي كاين ديما راجا راق.